السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا بنات النهاردة هنتعلم إزاي نعمل زينة رمضان. طبعا هي أسعارها بره غالية جدا، هنتعلم إزاي نعملها في البيت. أنا هعمل اللي هي الفرنشة أو الزينة المثلثة، تمام. هحتاج قماش خيامية، هحتاج اللي هي الفرنشة، هحتاج عندي مقص، عندي هحتاج قلم، هحتاج مسطرة، وهحتاج دبابيس. ممكن ان انا استخدم اللي هي الدبابيس العادية، تمام، اللي بتاعة الطرح عادي، او ممكن ان انا استخدم دبابيس الورق اللي انا ثبت بيها، ومحتاجة مسدس شمع او ايه علشان الزق الفرنشة بتاعتي، تمام. الفرنشة دي انا هستخدم اللي هي هعمل الفرنشة المثلثة. ممكن اعمل بنفس الطريقة واعمل الفرنشة اللي هي نص دايرة، هعمل نفس الخطوات بالظبط، بس ايه هعمل نص دايرة، وهقول لكم وانا بشرح هقول لكم هنعملها ازاي. تعالوا نشوف بقى. انا عندي قماش الخيامية بتاعه، تمام. انا عندي ده اللي هو الجزء ده اللي هو اللي يعتبر زي هعتبره مش هحتاج الجزء اللي فوق ده، بس انا هسيبه مش هقصه دلوقتي. وما اجي مثلا هشتغل هعمل المثلث ده انا مش محتاجه الا لحد هنا كفايه، تمام. هو تقريبا لو جينا نشوف بالمسطره المسافه دي قد ايه، لو جينا نشوف من الاول كده هنلاقيها هي تقريبا 21.5 سنتي، كفايه حلو، تمام. انا جيت اللي هو الزينه دي انا هعملها على قد الباب، على قد اطار الباب من بره، تمام. هعلقها على الاطار بتاع الباب من بره، ما ينفعش من جوه، لان علشان وانا بقفل الباب وبفتحه هيأثر لي على الزينه بتاعتي، فانا بعلقها على الباب من بره، وهوريكم طبعا شكلها في الاخر. انا جيت لقيت العرض بتاع الباب بتاعي لقيته متر، تمام. فانا هاخد بالمزوره هاخد متر وهقص لحد العلامه دي تقريبا، فانا هاخد الكنار ده، تمام. هنقص كده مع بعض بسرعه. طبعا انا حددت المتر بتاعي، ونخلي بالنا يا بنات ان المقص اللي بشتغل بيه ما يكونش مقص مطبخ، علشان ايه يكون حامي ما يتأثرش بالمطبخ، ده يكون مقص اللي انا بعمل به الاشغال او ايه بستخدمه في قص القماش. وطبعا لازم اكون مع حاطه المسدس الشمع في الكهرباء علشان يسخن بسرعه، عشان ايه ما ناخدش وقت. عايزه اقول لكم ان احنا مش هناخد ربع ساعه، اقل كمان من ربع ساعه، ولا ياخد مننا الوقت، هو لزق بس الفرنشه على الزينه بتاعتي، تمام. انا كده خلاص خلصت اهو، ده القماش بتاعي اهو. هعمل بقى ايه في القماش بتاعي؟ هقسم القماش بتاعي بالنص اهو، هحط الطرف على الطرف كده، هقسمه بالنص اهو، تمام. وبعد ما حطيت الطرف على الطرف بتاعي هعمل ايه كمان بقى؟ اخلي بالي ان هو على الطرف بالظبط، وهقوم كمان تانية تانية كمان. يبقى انا كده ايه عملته زي ايه اربع ارباع، تمام، زي ما اتفقنا ان انا اخلي بالي ان كل الاطراف جاية على بعضها تمام. هعمل ايه بقى يا بنات؟ هعمل ايه بقى يا بنات؟ انا خلاص بعد ما تنيته بالنص، حطيت الطرفين على بعضهم وتنيته كمان، يعني تنيته اربع ارباع، هاجي بالمسطره بتاعتي وهشوف المسافه دي قد ايه، تمام. هشوف المسافه دي قد ايه، تعالوا كده نشوف مع بعض المسافه دي قد ايه. هي تقريبا 24.5 سنتي، تمام. المفروض هي تبقى 25 عشان 4 ارباع، بس ده المسافه بتاعت الباب بتاعتي بالظبط، تمام. هاخد نصهم
يبقى هاخد 12 وربع كده اهو. هحدد كده. ممكن احدد بالقلم الجاف لو عندي ماركر، مفيش مشكلة، انا بشتغل بالقلم الجاف علشان ده اللي موجود عند معظمنا في البيت. هعمل ايه بقى؟ شايفين اللي هو الخط بتاع الرسمة ده، هوصل الخط ده بالنص بتاعي، هقوم جاية وهوصل الخط ده بالنص اهو بالقلم بتاعي اهو. تمام، انا عملت اول خط. تعالوا بقى للخط التاني برضو من نفس الخط اهو، وبرضو هعمل النص بتاعي. الرسم الخط بتاعي ممكن اللي انا ابدأ من هنا، اللي انا ابدأ الخط بتاعي من هنا، تمام، يكون من هنا ومن هنا زي ما انت عايزة على حسب الشكل اللي انت عايزاه. تمام، عايزة المثلث متحدر قوي، عايزاه بالشكل ده زي ما انت عايزة. هاجي بقى بالدبابيس بتاعتي اهي، وهاجي هنا عشان اثبت القماش بتاعي ما يتحركش اهو. هثبت القماش بتاعي عشان اما اجي اقص، لان كده احنا خلاص هنقص على طول، ما عادش حاجه، خلاص خلينا خلصنا. لو انا بقى عايزه اعملها نص دايره يا بنات، بجيب اي طبق وبحط مثلا نص الطبق هنا، وباخد الكيرف بتاعي بعملها على شكل نص دايره، تمام، وببدأ اللي انا اقص. يعني بدل ما هعمل مثلث، لا ده انا هجيب طبق وهاخد نص دايرة اهو كده. ثبتت خلاص القماش بتاعي، ممكن اللي انا ثبته بدبابيس يعني عشان برضو اكون معاكم. هجيب دبوس اهو، وهمسك القماش بتاعي وثبته بدبوس اهو عشان ما يتحركش مني، يبقى كده القماش مش هيقدر يتفلفص خالص. تمام، وهاجي بالمقص هقص المثلث ده. تمام اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وبنات ما شيلش ايديا، ما شيلش القماش على ايديا، لا انا افضل ماشيه كده بالمقص علشان طبقات القماش ما تتحركش معايا. اهو كده خلصنا الجزء ده، تعالوا بقى للجزء الثاني اهو. هاخد كل طبقات القماش بس كده خلصنا اهو. تعالوا بقى نفرد القماش بتاعنا، هنشيل الدبوس اللي احنا حطيناه. تعالوا بقى نفرد القماش بتاعنا اهو اهو، بقى كله اخد شكل المثلث اللي انا عملته اهو يا ولاد. هم هيبقوا اربع مثلثات اهو. تمام اهو، تمام كده بقى هبدا اللي انا الزق الفرنشه بتاعتي. انا هلزق الفرنشه بتاعتي من اول هنا، تمام كده يا بنات. عايزه تبداي من اول هنا زي ما انت عايزه، بس انا هبدا من اول فوق. اخلي بالي يا بنات وانا بلزق الفرنشه، طبعا الفرنشه انا هلزقها على الطرف، فانا هجيب البتاع بتاعي اهو، وهجيب مسدس. انا الفرنشه بتاعتي اهي، فعلشان الطرف بتاعها ما ينسلش معايا، فبقوم جايبه بمسدس الشمع وحاطه نقطه شمع كده، وهاتني جزء بسيط خالص من الفرنشة على بعضها، حتة صغننة خالص، تمام، عشان كده اضمن ان هو ما ينسلش معايا اهو. يبقى انا قمت جاية وقمت ايه حاطة نقطة شمع وقمت ايه تاني. تعالوا بقى هنعمل ايه، هحط الشمع بتاعي بس هحط حتة صغيرة بحتة صغيرة، مش هحط حتة كبيرة. تمام اهو، وهبدأ الزق الفرنشة بتاعتي بالراحة خالص وبشويش عشان القماش ما يعملش مين اهو. خلاص شوفوا خلصنا حته ازاي اهو. هنيجي بقى هحاول برضو زي ما اتفقنا مع بعض اهو، ما اخدش حته كبيره علشان الزق بالراحه خالص.
طبعا انا ايديا بتتحرك علشان قاعده ابص في الكاميرا وقاعده ابص على الشغل. واخد بالي يا بنات لان ساعات الفرنشه بتلف على بعضها، فانا علشان كده بعمل حته صغيره حته صغيره اهو. شايفين بعمل حتة صغيرة بحتة صغيرة اهو، تمام. هعمل معاكم حتة بعد كده ايه هوريكم شكلها في النهاية. دايما يا بنات اما اجي عند اللي هي البوزه بتاعت المثلث دي لازم اعملها لوحدها، ما اخليهاش حته متصله على بعضها، لا. يعني انا هنا شايفين انا سايبه، جيت وصلت لحد هنا علشان دي اخدها بالراحه، الكيرف ده اخده بالراحه. وخلي بالي علشان ما احط الشمع كتير، لا هي يا دوبك حته صغننه بحته صغننه كده، بعمل سير رفيع كده. شايفين الفرنشه لفه ازاي، فانا بحاول ان انا اهو اخدها بالراحه خالص اهو. بالراحه خالص، يعني احنا اخدنا ما اخدناش في القص وقت خالص، هو كل اللي الوقت اللي بناخده بناخده بس في اللزق. ايه عايزه اقول لكم ان متر القماش يا بنات ب 20 جنيه وفي ب 15، تمام. فانت ممكن تجيبي اللي ب 15 جنيه والفرنشه المتر ب 2 جنيه ونص. ما احنا شايفين الفرنش بتلف على نفسها ازاي، فبحاول اهو بالراحه خالص. ايه هكمل يا بنات بقى كل اللي عشان الفيديو ما ياخدش وقت طويل، هكمل وهوريكم شكلها في النهايه. ايه رجعت لكم تاني يا بنات، قلت عشان ايه تبقوا شايفين معايا الخطوات النهائيه اهو. زي ما اتفقنا ان انا برضو هحط زي ما حطيت في الطرف اللي هناك هحط في الجزء ده كمان. طبعا اللي هو السرف اللي هي القماش مطلع خيوط كده منسل، ممكن ان انا اعملها باللي هي ايه الولاعه عشان اشيل التنسيل ده. قبل بقى يا بنات ما الزق اخر حته برضو هعمل زي ما عملت هناك في هناك في البدايه، واقوم اخده الفرنشه بتاعتي احط هنا الشمع. هاجي يا بنات للفرنشه بتاعتي برضو عشان ما تنسلش، وبرضو هاجي احط هنا حته شمع وهتني لجوه حته صغيره خالص وهتني لجوه اهي. وبعد كده هكمل اللزق بتاعي. تمام وكده يبقى خلصنا. تعالوا بقى نشوف شكلها النهائي اهو يا بنات. صراحة شكلها جميل جدا وما اخدتش مننا وقت خالص، تمام.
وهي كل الوقت اللي اخدته اخدته في اللزق، وطلع شكلها حلو واحسن من الجاهزه كتير. وبختار انا القماش اللي انا عايزاه، عايزاه قماش خفيف، عايزاه قماش سميك، اي قماش انا محتاجاه ببدا اللي انا اشتغل عليه. وطبعا قماش الخياميه ده منه اشكال كتير جدا ومنه الوان كتير جدا، تختار الشكل اللي انت عايزاه. دلوقتي هحطها على الباب وهوريكم شكلها في النهايه. وده يا بنات شكلها في النهايه. طبعا انا هنا هحطها على باب الشقه، لكن انتم ممكن طبعا تعمليها على باب الاوض. ويا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.